تعال اشبعك حب اشبعك دلال تعال يا ابن الحلال. هذه الأغنية كانت حديث الساعة في ذلك العام في 2018. اليوم مشاهدينا لما بنبحث على يوتيوب نجد أنها كسرت حاجز 750 مليون مشاهدة، يعني إنها إحدى أكثر الأغاني العربية استماعاً على المنصة على الإطلاق. هي من أعمال الفنان العراقي علي جاسم، لحنها وشارك غنائها مع المطربين محمد تركي ومصطفى العبد الله بالتأكيد. طبعا مسيرة علي جاسم كتب لها نجاح مبكرا من بداية المشوار وراحتي النفسية لغاية يرباي. ولا مهتم أيضا كانت آخر أعماله وأطلقها قبل شهر واحد وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة. تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال. علي خليني أسألك، البدايات الجميلة قد تكون أنت ممتن لها بالتأكيد، لكن علي جاسم اختلف عن محمد التركي ومصطفى العبد الله، ما راح أقول اختلاف لكن أخذ خط مختلف نوعا ما وراح وانطلق وعاش بهذا الجو. شخصية علي جاسم تنعكس حتى على أغاني، يقولون علي خجول أيضا. أكيد هذه المعلومة صحيحة، يعني أكيد أختلف عن الشباب، لأن أنا اللي مؤسس المواضيع اللي عملناها مع بعض، إن كان راحة النفسية وإن كان تعال وإن كان الأغاني اللي تبعتها من النجاحات اللي صارت. فالحمد لله والشكر، يعني أخذت خط لاين يختلف عن جميع الفنانين اللي موجودين. اختارينا الكلام بعناية، اختارينا التوزيع بعناية، اختارينا حتى طريقة الفيديو كليب اللي هي يعني اللي بيها أفكار لطيفة بيها رسالة. يعني الحمد لله والشكر، العالم ده تشوف هذا الشيء وده تشوف هذا الاختلاف عندي الحمد لله. طيب، أما يعني بالنسبة للخجل فهذا موجود أكيد، لازم واحد يكون خجول. ترى حلو كل واحد ترى مالك علاقة، حلو الخجل للرجل ترى. بس بالفن ما في خجل. هو يعني ما شاء الله عليه. طيب يا علي خلينا نسمع، بدنا نسمع الحمد لله. يعني من اختيارك، يا إما راحتي النفسية أو تعال شبعك جديد. لا 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 لا، يا جديد يا شو اسمه، يلا بابي جديد. ذيك المرة طلبتي. اليوم تنزل أغنية مع فرقة وتر، أغنية حصريا صباح العربي. الله يلا قول شو تقول مقطعها. تيرا لا 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 لا، عيني يا عيني الزعلانة تشبه الورد الذبلانة، وانت مخلوقة للضحكة ومغورة فلانة وفلانة، عيني يا عين الزعلانة مسح دمعك مشطي شعرك ما يذوق على الوجه هذا الزعل، عيني يا عين الزعلانة. رفع حاجبه وسلم عليا وتعداني وانا